جاءت من هذا النوع وغيره من الاشكال الاخرى التطويريه والتوعويه والنضاليه اللي كيديروا شباب العداله والتنميه في اطار المنظمه ديالهم. هاد الناس هادو كيأدوا المشهد السياسي، هاد الوزير اللي كيناقش بان خاص النضال وكذا، ما موقفه هو من داخل الوزاره وهما كحكومه؟ وعاود ثاني بدا كيقول لك لا حنا غادي نتبناو الملف بانه خدام في واحد الشركه معينه لمده 20 عام ولا 30 عام، شحال دخل فرد النيرو؟ 60 درهم ولا 70 درهم، غير قليل اشترى الحيوان، هذا معناه يكرس وبالتالي اليوم الحضور ديالنا اليوم جينا كعمال زراعيين، جينا هنا باش نحضروا لواحد الوزير ديال الشغل ديال العدل والتنميه، بحكم انه كيأثر الشباب ديالو، حنا جينا في السياق اننا باش نطرحوا ليه المشكل اللي هو عميق بالنسبه للمنطقه ديال الشتوكا، وبالتالي ما كاينش التغطية الصحية، ما كاينش النقل اللي هو النقل بالإضافة هو الأقل، النقل هو اللي كيضمن الكرامة ديال العامل، ما كاينش النقل. هذا الوزير اللي كيناقش بأن خاص النضال وكذا، ما موقفه هو من داخل الوزارة وهما كحكومة، بالتالي هما خاصهم يركزوا على المسائل ديال النقاط المهمة، هي الطبقة هما العمال، وكاين خروقات ملموسة هنا في الجهة، كاين النهب هنا، كاين واحد المجموعة ديال المسائل اللي هي مرتبطة بالشغل، ولكن لا حياة لما تنادي، لا أحزاب سياسية، لا وزراء، ما كاين حتى شي حاجة لحد الآن، حنا في حالة انتظار. على أيين؟ هذا الوزير هذا جا كيناقش الوضع، الحكومه ديال العدل والتنميه حكومه جباره وكتشتغل كذا، حنا طرحنا ليه سؤال، ما موقعكم انتم كحكومه كعدل والتنميه وداخل الحكومه في السياق اللي هو مضمون انه تناقشوا الامور ديال الطبقه العامله وعموم الكادحين؟ وعاود ثاني بدا كيقول لك لا حنا غادي نتبناو الملف. هاد الناس هادو كيأتوا المشهد السياسي بحكم بقرب الانتخابات، غيحاولوا او تاني يدمجوا المواطنين، الناس اللي عندهم انهم هذيك الطبقه البرجوازيه المتوسطه جايه باش انها تحاول ما امكن تقنع دوك الكادحين باش يتم التصويت، ذاك الكيان السياسي لا امل فيها، وحنا نحن ننتظر البديل. ما هو البديل في هذا السياق هذا؟